الكلام ده، وهو خبير تحكيمي طبعا كبير. كابتن توفيق برحب بيك. استاذ اسلام حبيبي برحب بيك اخبارك ايه؟ وبالكابتن الكبير كابتن مصطفى حبيبك ابو الدهب طبعا، وكابتن حبيبك كابتن حمد. توفيق اهلا بيك كابتن توفيق. اهلا بيك حبيبي كابتن يوسف. اهلا بيك كابتن مصطفى. خلاص خلص الكلام، انا مش هتكلم تاني يعني. كابتن مصطفى خلص الكلام كله. حبيبي كابتن مصطفى حبيبتي شرح حبيبي. اللعبه يا اسلام طبقا للبروتوكول البار اللي معمول بيه من الايفاب والفيفا. اي بروتوكول يا كابتن توفيق؟ لا هو انت اسمعني بس، اسمعني، ما تخشش في حاجات مالهاش علاقه بال هو ايه اللي ما اخش في حاجات يا كابتن؟ لا ما هو ده بروتوكول يا اسلام. مين اللي عمله؟ كابتن توفيق. بص الهدف امشي. طب بس انا هسال يعني هتكلم دي وبعد كده هسيب لك الكلام لاخر الحلقه يعني. اتفضل. هو انت الهدف الاساسي ايه من وجود الحكام ووجود الفار اساسا؟ الوصول الى اقصى شيء في العداله. بسم الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. تمام يا فل. طيب انا النهارده جميل في خطا ترتب عليه هدف. تمام. اجي اقول يعني انتوا في البعض طبعا بينتقد الكابتن عصام عبد الفتاح. هو الكابتن عصام عبد الفتاح اساء التعبير لما قال لك روح الفار. هو ما فيش حاجه اسمها روح الفار. روح البطولة. لكن انا النهارده بتكلم على الهدف من الاساس من الفار ووجود الفار، ان هو يساعد الحكم. افضل انا بقى لو شايف غلط ما اتكلمش، علشان ما فيش من الاربع حالات اللي قال لي عليها الاتحاد الدولي ولا اللي قال لي عليها ايا كان مين. بالظبط كده. ما تتكلمش بالظبط. ما تتكلمش. طبعا. بسم الله ما شاء الله. احنا بص، الاتحاد الدولي حط قواعد وحط بروتوكول، قال ان تدخل الفار في مثل هذه الالعاب اللي هي هدف مش هدف، احتساب ركله جزاء من عدمه، طرد اللاعب مش طرد، والتسلل من عدمه، مظبوط؟ هم دول الاربع حالات اللي بيتدخل فيهم الفار طبقا لبروتوكول الفار. عندي خطا يا كابتن توفيق ترتب عليه هدف. يا كابتن يا اسلام استناني بقى، ما انت عمال تقول لي ترتب، ما تستناني بس، احنا بنكلمك طبقا للقانون وطبقا للبروتوكول. انا ماليش دعوه بخطا ترتب. اي قانون؟ هو 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 الحكام عندنا ماشيين على القانون. هو احنا الفار ماشي على على القانون؟ اشمعنى في دي الفار ماشي على الحالات وعلى الاتحاد الدولي؟ هو سؤال بس. هي معسكرات الحكام اللي بتتعمل يا كابتن توفيق؟ يا اسلام هو انت هي ماشيه بلوائح الاتحاد الدولي؟ لا يا كابتن توفيق، ده راحوا جابوا لهم محاضر من اثيوبيا وطلع في الاخر مش معتمد من الاتحاد الدولي في معسكر من المعسكرات من الصومال، مش من اثيوبيا. الصومال حقيقي. اتفضل. كم من الصومال؟ ها طيب من الصومال. ماشي اتفضل يا كابتن توفيق. حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نهدى عشان نفهم ونقول الموضوع ايه. الموضوع حضرتك الاتحاد هو اللي قال، مش انا ومش حضرتك. الاتحاد الدولي اللي قال، مش احنا. قال كان 1 2 3 4 ونظم الموضوع. ليه يعني اسلام نظم الموضوع؟ وقال ده في القانون. وقال ان على حكام الفار الالعاب اللي فيها استحناف، زي ما مصطفى ابو الدهب كده شاف المباراه بتاعت استون فيلا، وهو كابتن مصطفى اتكلم بشكل اكثر من رائع. الراجل لعب رامي السماد من داخل الملعب، اتنقل 2 3 4، هوب جول. الناس اعترضوا الكلام ده كله. الحكام هناك مع احترامي وتقديري، خلاص الحكم عارف شغله وعارف وظيفته وعارف هو هيعمل ايه. خلاص مفيش رجوع الى الفار يا اسلام. ليه؟ لان الاتحاد الدولي هو اللي قال كده. ده قانون لازم الناس تمشي عليه. الناس تمشي من دماغها، مش هتمشي من دماغها. والا اللي انت ما تعرفوش ان جميع المحادثات اللي موجوده في كابينه الفار مسجله وبتتبعت اول باول للايفاب بتاع الاتحاد الدولي. جالي واحده منها امبارح من التسجيلات اللي كانت موجوده في الفار. اتفضل يا كابتن. انا ما بقولكش في تسجيلات، انا عارفها. انا بقول لك في تسجيلات. ما انا بقول لك جالي واحده من التسجيلات دي. انا ما عنديش تسجيلات. انا بقول انا بتكلم عليا انا. انت عندك واحده من التسجيلات؟ اه ده كلام تاني بقى. انت راجل جامد يعني. لا ولا جامد ولا حاجه. الكلام اللي قاله الكابتن مصطفى ابو الدهب وهو استاذنا. طب كابتن توفيق، يعني الموسم اللي فات، الموسم اللي فات اللي قاله كلام صحيح 100%. طيب. وشرح اللعبه يمكن يشرحها اكتر مني واحسن مني. انا اللي انا عايز اوصل له ايه يا اسلام؟ ان لو في ثقافه، اسمعني بس، لو في ثقافه المدربين، مع كل احترام والتقدير ليهم يعني، المدربين والاداريين والاجهزه الفنيه، في ثقافه الكابتن مصطفى ابو الدهب كان يبقى الموضوع. ربنا يخليها كابتن، ربنا يخليها. الناس لازم عارفه تكون عارفه وملمه بالقانون يعني. الناس اللي طيب بره. كابتن توفيق يعني ماشي، الناس وتبقى عارفه. اعتقد ان عصام عبد الفتاح وجهاد جريشه ورضا البلتاجي الثلاثه برضو اكيد عارفين في اللوائح والقوانين واللوائح الدوليه. طبعا كل ماشي. والثلاثه قالوا ان الهدف غير صحيح.
طيب المفروض يروح يستمر. حضرتك هو المفروض الكابتن بيلوم عليه ان هو كل الاحترام والتقدير طيب. كل الاحترام والتقدير طيب. طب واللي راح اللي هو قدامي وما دام راح وشاف ان الهدف ما اتحسبش حسب جهاد جريشه طيب كل الاحترام والتقدير ليهم جميعا هو كل يعني هو الثلاثي اجمع على ان لو الخطا اصفر عن هدف يبقى من حق ان الفار يتدخل ما فيش الكلام ده يا اسلام طب انا هسال سؤال ثاني طب انا اسلام تديني فرصه اتكلم انت عملت الكلام اتفضل يا كابتن توفيق اتفضل انا دلوقتي في حاجه مهمه جدا ايه هي انا في ركله ركنيه والكوره خارج قوس الركله الركنيه ركله ركنيه والكوره خارج هو ده طبقا للقانون ولا لازم الكوره تكون داخل القوس اصفرت عن هدف ولا لا اصفرت عن هدف لا يتدخل الفار يتدخل ازاي الفار؟ في فرقه هتتظلم يا كابتن توفيق لا اله الا الله ما هو الفار الفيفا الايباد انا مالي بالفيفا امال الفيفا يعني بسم الله ما شاء الله انا ماشي على قانون هو الحكام دي مش بتحكم طبقا للقانون يا اسلام القانون فيه مواد طب هو ثواني بس هو امين عمر مش عارف الكلام اللي حضرتك بتقوله راح ليه بقى للفار؟ امين عمر مفترض انه عارف طبعا طيب راح ليه للفار؟ طيب الراجل في الدوري الانجليزي ما راحش لا لا ثواني اما بالظبط كده طب امين كابتن يوسف بيقول لك ليه في الدوري الانجليزي طيب امين لا علشان في الدوري الانجليزي الحكام في الدوري الانجليزي ما بيجيبوا لهمش محاضر من الصومال راحش يا كابتن بص طيب. بص بس عشان انا هنا عايز اقول حاجه مهمه جدا اتفضل انا هنا التحكيم بيدار ازاي؟ يعني بيدار انا النهارده الحكم بيحكم طبقا للقانون، القانون اللي هو درسه اللي فيه عدد معين من المواد 17 ماده والكلام ده كله والحاجات دي طيب النهارده عشان يجي بروتوكول الفار يجي محاضرين الفار من بره بيديك بروتوكول الفار يقعد يشتغل عليه لحد ما يديك الرخصه بتاعه الفار جميع زي ما قلت لك جميع المحادثات بتبقى مسجله في كابينه الفار احيانا الحكام بيبقى فيه تيم بينها وبين بعض بحيث ان الكوره لما تكون مثلا بديك مثلا ان الكوره تكون خارج قوس القوس الرايه الركنيه فهي كوره بره فالحكم بيبص لها على بعد 30 متر ولا حاجه بيقول للعيب رجع الكوره مش شايفها من عنده بس كانوا من عبر الفار كابتن مصطفى قال حاجه وكابتن يوسف حمدي قال حاجه مهمه جدا لو كان حكم الفار قال لامين مثلا كنترول او متحركه رجع لو كان امين رجع اللعبه ما كانش بقى احنا عندنا مشكله لكن بعد الكوره ما احرزت هدف يا اسلام ليه يا اسلام؟ لان انت لما بتيجي تعمل الاي بي بي او اللي تشيك على الهدف مراجعه الهدف لو هناك خطا قبل احراز الهدف مباشره المفترض بتعمله من ساعه الهجوم الواعد، الهجوم الواعد هنا بدا من عند استلام محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي الكره مش من ساعه ما رامي لعب، رامي ما عملش هجوم رامي استأنف لعب، رامي استأنف لعب مين اللي سمح لرامي باستئناف اللعب؟ مين اللي حسب المخالفه؟ الحكم. مين اللي سمح لرامي انه يلعب؟ الحكم. مين اللي كان لازم يوقف اللعب؟ الحكم مش الفار. طيب بقول لك يا كابتن توفيق كابتن توفيق ماشي القرار غير صحيح. وبعد كده انت بتقول لي كابتن عصام طيب. وكابتن رضا وكابتن جهاد ناس على دماغنا وناس محترمين ماشي. وعلى اعلى مستوى، لكن برضه كابتن جمال غندور قال ان الهدف صحيح. كابتن احمد الشناوي قال ان الهدف صحيح، كابتن ناصر عبد الرؤوف قال ان الهدف صحيح، كابتن سمير عثمان قال ان الهدف صحيح، وانا بقول لك ان الهدف صحيح. لا لو الكابتن سمير عثمان قال ان الهدف صحيح يبقى ايوه انا اذا كان الكابتن سمير عثمان لا ما حدش يقدر يتكلم. بص اللعبه هي قدامك، بص الراجل ماشي، بص ما شاء الله الاعداد عندك رائع، بص دي مخالفه صارخه. ده محمد ابراهيم قال عن هدف ليه الراجل ما رجعش؟ بص يا اسلام ايوه هنا التنفيذ ايه؟ ما انا قلت لك بقى ان هنا كان اللي بيحضرهم مش بالصومال طيب الموسم اللي فات في الدور الثاني مباراه الاهلي والاسماعيلي برضو دي حاله تحكيميه وكان اتحسب ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي يا كابتن توفيق كابتن مصطفى كابتن يوسف فاكرها ولا لا؟ فاكرها طبعا واتلغى ضربه الجزاء أيوة. علشان الفار استدعى إيه؟ الحكم كان الحكم مين انا مش فاكر كان الحكم محمد الحنفي استدعى الحنفي والحنفي راح شاف الفار لقى ان في خطا على الاسماعيلي فلغى ضربه الجزاء يا كابتن توفيق عايزين قبل ما ننسى حاجه مهمه جدا يا اسلام عايز اقولها بعد اذنك بنهني طبعا الكابتن محمود ابو الرجال باختياره ضمن الحكام المساعدين لكاس العالم حكم منطقه القاهره اللي انا كنت ابني من ابناء اللي انا بتشرف بيهم محمود ابو الرجال طبعا الحمد لله رب العالمين بتقول له الف مبروك يا محمود وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله وتشرف الكره المصريه هو شخصيه محترمه وحكم محترم وبالتوفيق ليه دايما يا رب. نكمل بقى موضوع الاسماعيلي عشان اكيد اختيار محمود ابو الرجال ده بينم عن
كفاءة حكام الساحة بعدم اختيارهم او عدم كفاءة حكام الساحة وفقا للاتحاد الدولي يا كابتن؟ الاختيارات كابتن الاختيارات توفيق. اسمعني انا كل قلت معاك الكلام ده قبل كده. الاختيارات في الكاف والفيفا ليها معايير ثانيه بدليل يعني محمود ابو الرجال راح مجامله يا كابتن توفيق؟ لا مش مجامله. طيب اهو محمود لا يعني في دي راح يعني محمود على اعلى مستوى وحكام الساحة فيها مجامله. محمود ابو الرجال على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه والبدنيه والذهنيه وكل حاجه. طيب انا بكلمك في حاجه اسمعني بس اسمعني اتفضل. النهارده الفيفا مختار حكمين للفار من المغرب يا اسلام. حكمين رضوان جيد والمزلوقي او المزلوقي. بس الاثنين حكام كويسين ولا لا يا كابتن توفيق؟ حبيبي هو ما فيش غيرهم يعني ما فيش غير في المغرب ماشي انا بقى بس حكام يعني كويسين يعني محمود عاشور مش حكم محمود مؤهلين ولا لا ماليش دعوه بقى اختارهم فوزي يعني. الاخجع عشان موجود في المكتب التنفيذي ماليش حبيبي بكره محمود عاشور هيلعب نهائي افريقيا. انا بكلمك على كاس العالم يا كابتن توفيق. هو كاس العالم والراجل لعب اولمبياد محمود عاشور. طيب هترد على موضوع الاهلي والاسماعيلي ولا ولا بلاش؟ هنا لما تيجي تفكر في اللعبه دي هتلاقي ان اللعبه دي اثناء اللعب ارتكب مخالفه ضد اليو ديانج مهاجم النادي الاهلي. ارتكب مخالفه وبعدين الاسماعيلي خد الكره هجوم واعد اسفر عن هدف. فهنا التطبيق الصحيح للفار أيوة. ان الحكم يعمل اي بي بي لان في مخالفه حصلت ايوه لكن امبارح ما كانش في مخالفه. يا اسلام دي مش مخالفه يا اسلام ده استئناف لعب. يا اسلام هي مخالفه ولا لا؟ لا مش مخالفه يعني انا النهارده المفروض ان انا العب الفاول والكره بتتحرك لا 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 خالص زي دورات رمضان ما يعني بس يا باشا انا ما قلتش كده ما تقوليش كلام انا ما قلتوش. طيب ما هو ده الكلام اللي حضرتك بتقوله. لا انا ما قلتش كده ما هو نفس الخطا. هناك تنفيذ اجراءات التنفيذ بتاعت رامي ربيعه اجراءات خاطئه 100% ولكن المتخذ القرار هنا هو امين عمر مش حكم الفار. مين اللي سمح لامين مين اللي والله كابتن توفيق انا اللي يهمني العداله التحكيميه. نرجع بقى ماليش بقى لو احنا في قصه اللي اصل الاتحاد الدولي ما الاتحاد الدولي ده واحد زيي وزي حضرتك وزي الكابتن عصام عبد الفتاح هم اللي حاطين لوائح لكن انا بشغل مخي يا كابتن توفيق. يا اسلام مفيش حاجه بشغل مخك في قانون طالما يعني في قضيه مفيش اجتهاد يا اسلام في نص مفيش في حاجه اسمها انا مش عايز استخدم الكلمه اللي قالها الكابتن عصام عبد الفتاح امبارح هي روح الفار لكن ان انا في النهايه ببتغي العداله التحكيميه يا كابتن توفيق. اسلام كل احترام وتقدير للكابتن عصام انا في اعتقادي الشخصي لو كان الكابتن عصام طلع قال ان احنا ممكن يكون عندنا خطا في اللعبه دي وشرحها هو بنفسه اللي شرحها اعتقد الامور كانت تبقى ابسط منك. كابتن توفيق كابتن توفيق اتفضل. انت محتاج حلقه عشان الجدال معاك انت مرهق على التليفون انت تجيلي كده على الهواء والله الله يكرمك انت تجينا وتشرفنا في اي وقت تجيب محمد صلاح عبد الفتاح برضه مساعد حكم وعشان حبيب. نشوف بقى انت ايه انت قلت محمود ابو الرجال يعني وفقا لكلامك ان في معايير مختلفه غير الكفاءه التحكيميه. لا 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 انت ما هو انت اللي قلت والله لا 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 انا بتكلم على عدم اختيار حكام مصريين لكن محمود ابو الرجال. محمود ابو الرجال ده مش من مصر. لا محمود ابو الرجال من اكفأ الحكام الموجودين على مستوى العالم. ما خدوش حكام ساحه ليه يا كابتن توفيق؟ والله يسأل في ذلك المسؤول عن الكابتن عصام عبد الفتاح احنا قلناها قبل كده. كابتن عصام عبد الفتاح هو رئيس لجنه الحكام وهو مسؤول الزون عن شمال افريقيا عن الحكام المصريين بما فيهم الحكام المصريين. من المفترض ان هو اللي كان بيرشح. قول لي حكم كان بمنتهى الامانه بعيدا عن ان انت بتحبه بعيدا عن يعني حكم كان المفروض يروح او اتظلم ان ما اختاروهوش في المونديال. امين عمر طبعا اللي بتقطع فيه انت ما قطعتش فيه طيب. خلاص امين على فكره وارد شكرا يا كابتن وارد الاخطاء يا كابتن توفيق ماشي يا كابتن لا ما تقلقش يا كابتن مصطفى ما تقلقش يا كابتن يوسف انما احنا لينا حوارات مع بعض كبيره تيجي لنا ان شاء الله كده وتشرفنا يا كابتن توفيق ربنا يخليك تحياتي ليكم جميعا.